زي ما النادي الاهلي هنأ المنتخب المغربي والشعب المغربي بالفوز على اسبانيا، النادي الاهلي يهنئ الشعب المغربي ايضا بالوصول الى المربع الذهبي، الشعب المغربي والمنتخب المغربي الذي اسعد كل العرب. حقيقي النهارده كلنا كنا خلف المنتخب المغربي، فألف مبروك مرة أخرى للمنتخب المغربي وللشعب المغربي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في حلقة الأهلي خط أحمر.